مستمعينا الكرام، ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة منظم المهرجانات وأستطيع القول منظم الحفلات الفنية والثقافية السيد رام النشمي. أهلا وسهلا بك سيد رام. ربما يستغرب يعني المستمع أنه أكثر ضيوفي هم إما كتاب أو أدباء أو يعني رسامين فنانين بشكل عام، ولكن منظم حفلات أو منظم مهرجانات ربما لا يخطر على بال المستمع أنه أستطيع أن أجد هذه الشخصية التي تقوم بهذا العمل. طبعا احنا سعيدين بلقائك. أنت بالبداية أصلا فنان، عازف عود اقدر اقول يعني دندن عود، يعني مو عازف ما اقدر اقول عازف حتى لا اطلب منك تعزف لنا. لا طيب، يعني انت تركت العراق عام 91 و يعني تقريبا عمر 13 عاما، ولكنك في البداية درست ميكانيك السيارات، فهذا التحول من الميكانيك إلى الفن يعني ممكن شلون طلعت من إطار أو نزمت من إطار الميكانيك السيارات؟ بصراحة هو يعني هو من الصغر كانت أكو هوايات يعني. نعم. يعني أنا بالإضافة إلى أنا من أنا صغير حبيت العود، حبيت الموسيقى، بالإضافة إلى أنا اكتب شعر، عندي محاولات بالشعر الشعبي يعني، فهاي يعني قدرت اطورها هنا بالسويد يعني. نعم. فبعد ما تخرجت من ميكانيك السيارات اتجهت لي يعني للمشاريع لتنظيم المهرجانات. نعم. مع عدد. طيب لماذا لم تدرس الفن الموسيقى؟ يعني انت هوايتك وحبك من الاول للموسيقى، لماذا اتجهت الى السيارات؟ بصراحه هي كانت ايضا يعني انا صغير كنت احب السيارات بس بالكبر حسيت لا يعني انت اقرب للفن، ملت اكثر للفن يعني. نعم. وبعد ما قدرت يعني التقي بمجموعه السويديين بصراحه اسست جمعيه معهم. اسست جمعيه ومن ضوها نقدر نعرف اسمها يعني ميكس اورينتال، اعتقد هي ميكس اورينت. ميكس اورينتال تصير بالانجليزي. قدرنا من خلالها أن نقرب المزيج الشرقي. المزيج الشرقي. نعم. قدرنا من خلالها أن نعرف المجتمع السويدي لكثير من العرب اللي ساكنين بالسويد لسنين طويلة. نعم. بس ما يعرفون شيء عن الفلكلور السويدي يعني. نعم. بالإضافة إلى أن عرفنا المجتمع السويدي بالثقافة العربية. قربناهم من خلال المهرجانات اللي سويناها من الشعر، الموسيقى، الرقص. فقدرنا نعرفهم بأن احنا عندنا حضارة، عندنا ثقافة أيضا يعني. نعم. يعني هل لما تعرفوا على الإرث الثقافي الفني والفلكلور العراقي أدهشهم الموضوع، أم هم كانوا بالبداية يصورون احنا كعرب أو عراقيين احنا بعيدين عن الفن، بعيدين عن الثقافة، عن الفلكلور؟ لو عندهم فكرة سابقة يعني. مو الكل عندهم فكرة. نعم. سابقة، وهذا لذلك يعني الكثير بصراحة اندهشوا. واللي كانوا يجون للمهرجانات أيضا يعني كثير من وراهم يعني أعرف أكثر من شخص سويدي بأن حتى حب أن يتعلم اللغة العربية. نعم. بعد ما حضر مهرجاناتنا، بعد ما قرأ لعدد من الشعراء العرب المترجم قصائدهم أصلا للسويدي. ومن ضوها قدرنا أن بصراحة نبني أساس حلو يعني، بنعرف المجتمع السويدي بأن إحنا هالثقافة هالحضارة. ومن خلالها تصور أستاذ رام هذه ممكن تخفف من العنصرية عند السويديين تجاه العرب أو تجاه، طبعا هم ما يميزون قصدي عراقي سوري مصري. نعم. فلسطيني، وإنما العرب، النظرة للعرب، العنصرية ضد العرب نوعا ما تقدر تخففها. نعم. نوعا ما تقدر تخففها يعني. لأن بأن هم ما كثير منهم ما يعرفون شنو العرب يعني منين جايين. هل هم قاعد يشوفون الصورة اللي بالميديا؟ نعم. بس لما يجون يحضرون الصورة اللي بالميديا يعني، يعني الصورة اللي بالأخبار بالضبط يعني بالإرهاب بالضبط العرب بالضبط يعني. هذا هو هذا يأثر عليهم أكثر مما الميديا تأثر طبعا. أكيد. بعموم البشر بالضبط يعني، خاصة حاليا مع وجود كل هذه الميديا والإنترنت يعني هذا اللي هي أججت أيضا قضية العنصرية في أوروبا أو
في أمريكا ضد العرب أو ضد المسلمين يعني. بالضبط. فحسيناها يعني إحنا من خلال الكونسرتات اللي سويناها سوينا لعدد من الفنانين. بصراحة يعني عندنا فنانين عراقيين مثل قدرنا مثل فنان حسين نعمة. نعم. يعني الكونسرت مالته كان يمكن عدد السويديين بصراحة نعم. هائل يعني حبوا هذا النوع من الغناء حبوا كثير يعني نعم. من بعدها مثل أيضا سوينا كونسرت لفريدة وهو أيضا كان بصراحة مشروع بأن جبنا عازفين عراقيين من كل الطوائف. فهو مهرجان اشتركت به الفنانة فريدة حسين العظمي أيضا لا عمر منير بشير نعم. فنانين عراقيين يعني دورك أنت في هذه المهرجانات أنت تقترح المهرجان وأنت تتصل بالفنانين وأيضا ننظمه في يعني ناحية حجز المسارح حجز المسارح طبع البوسترات كلها يعني أنا من النوع اللي أتدخل يعني بكل نعم. أصغر التفاصيل يعني بشكل دكتاتوري مو بشكل دكتاتوري لا بالعكس بس يعني أنا أحب أن أطلع الشيء بأن يكون نعم. بصراحة يعني لايق بأن أنا قاعد أمثل يعني بأن نعم. قاعد أمثل صورة مجتمع قاعد أقدمه نعم. للسويدي فأكون دقيق بأصغر نعم. التفاصيل. برأيك إقبال السويديين أكثر من العرب على هذه المهرجانات أو متساوي أو العرب أكثر؟ لا السويديين بصراحة أكثر. حلو. السويديين أكثر حلو. في يعني بعض من المهرجانات. من خلال الدعاية والبوسترات وتبعث لهم أيضا دعوات أن يشترون بطاقات يعني بكل الحالات يعني نعم. أن بعض الفعاليات تكون مجانا يعني فقط دعوات يعني وبعضها يكون مثل يشترون تذاكر حسب كبر المهرجان يعني بس الإقبال السويدي عندهم الإقبال السويدي على الثقافة بصراحة أكثر من يعني مع الأسف أكثر يعني من العرب يعني الناس يعني من عموم الشعب أم فنانين يجوكم من عامة الشعب هذا لطيف يعني طيب أيضا أنتوا يعني أنت نظمت أوركسترا لفنانين سويديين بمشاركة الفنان العراقي جعفر الخفاف نعم. وشاركتوا بمهرجان بغداد عاصمة الثقافة نعم. طيب ماذا قدمتوا في هذا الأوركسترا؟ هو قدموا فقط الفلكلور العراقي أغاني من الفلكلور العراقي كان تدريب وإعداد والفكرة أيضا كانت هي من الفنان جعفر الخفاف كأن يدرب هاي الفرقة السويدية على الموسيقى العربية أو العراقية بالذات يعني يعني مثلا من الأغاني اللي فوق النخل بين العصر والمغرب مجموعة أغاني الفنان ناظم الغزالي نعم. وكثير من الأغاني الفلكلور وكلها بصوت جعفر كلها قدمها بصوت جعفر بس العزف للسويديين كان نعم. يعني ماكو عازف عراقي ماكو أي عازف عراقي نعم. هو شاركهم أيضا يعني بالعود عزف على العود أي. نعم فبس العازفين البقية كانوا سويديين كنتوا تترجمون لهم هذه الكلمات الأغاني حتى على الأقل يأخذون فكرة كثير يعني منها أي نعم. طبعا اللي لقوا صعوبة في تعلم الموسيقى أو الفلكلور العراقي أو هو شان مثلا يطرحون رأي هل الموسيقى العراقية أصعب من الموسيقى العالمية أو أسهل أو نمط آخر يعني هو أكيد يعني على ما أظن الموسيقى لأن عندنا مثل إحنا بالعرب يعني أنا مو موسيقي فبس هاي يعني المقامات والربع تون هم ما عندهم هذا الشيء الأوروبيين نعم. بس وأيضا من الطرائف الحلوة بأن أحد العازفين السويديين اللي هو أستاذ أيضا بالجامعة الموسيقى في مالمو نعم. يعزف جيتار وكان جعفر دائما يطلب من عنده أن يسوي الربع تون بس صعب عليه نعم. أن يقدمه فرفض يعني قال له ما أقدر فما أقدر أن بس فاجأنا بأن على المسرح لا قدمه مثل ما راد جعفر طيب ممكن يعني. تشرح للمستمعين شنو الربع تون بالضبط يعني صعب لأني مو موسيقي ما درس الموسيقى نعم. بشكل احترافي فصعب يعني نعم. يعني فقط الموسيقيين يعرفون يميزون بالضبط. هذا ربع تون أكيد هذا أكيد نص. أكيد هذا ربع هذا النص طيب يعني باعتبارك رام أنت من الصابئة المندائيين طبعا يشرفنا أنه يكون ضيفنا
فنان وأيضا مهتم بالفن ومنظم للمهرجانات والحفلات. بالنسبة إلى الجمعيات، أنا اللي أعرف هناك جمعيات للصابع المندائين، هل مثلا تعاونت أنت مع هذه الجمعيات، مع الفنانين الصابع طبعا المنتمين إلى هذه الجمعيات؟ يعني أكيد إحنا عملنا مثل عندنا مهرجان الأيام الثقافية العراقية في مالمو، هو صار مهرجان على مدى 8 سنين يقام في مالمو، وهذا بالتعاون مع كل الجمعيات العراقية ومن ضمنها الجمعية المندائية، ما زال لحد الآن يعني. بالإضافة إلى إحنا عملنا كونسرتات لمثل الفنان العراقي المندائي حكمة السبتي أيضا مطرف من الطائفة الصابية، ومطرف في ألمانيا، الفنان إحسان الإمام اللي هو أيضا عزف عود منفرد قدم وشارك في إحدى المهرجانات للأيام الثقافية العراقية، أعتقد عايش بلندن. بلندن نعم. يعني. نعم. وبالإضافة لإحنا عدنا يعني كثير فنانين يعني وكثير ممثلين يعني معروفين على الساحة العراقية. نعم. يعني عماد بدن، سهام السبتي، مكي البدري، المرحوم طبعا، الفنان المرحوم أيضا قيس حاضر. قيس حاضر نعم نعم. طب من المعروف مستمعين الأعزاء أنه هناك من الكتاب والشعراء الكبار العراقيين كالشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، العالم عبد الجبار عبد الله بالفلك، يعني من الشخصيات المعروفة، رئيس جامعة بغداد، رئاسة جامعة بغداد أعتقد بالستينات. نعم. طيب يعني حاليا ما هو يعني أو ما هي مشاريعكم للعام الحالي 2015؟ عندنا مجموعة هسه قاعد نحضر احنا المهرجان، مهرجان الأيام الثقافية العراقية القادم اللي هو راح يصير ما بين الشهر 7 و8. نعم. وهاي التحضيرات بصراحة تبدي يعني من الشهر 2 تقريبا. نعم. واتصالات بالمطربين بالفنانين، اتصالات بالدوائر السويدية. بالإضافة إلى عندنا مثل بالموريسكا قدمنا قبل أسبوع أيضا لفرقة أوركسترا عراقية كان الثلاثي اللي شارك بها علي خليل شوقي والفنان قصي حسين قدوري وعازف آخر. طيب أسألك رام، يعني أجور الفنانين اللي يحضرون هذه المهرجانات أو الفعاليات، من الذي يدفع لهم هذه الأجور؟ سكن، طائرة؟ إحنا نتكفل بكل شيء يعني. منو أنتوا؟ الجمعية. نعم. جمعيتنا بالإضافة بالتعاون مع صالة الموريسكا. صالة الموريسكا هي الصالة بالعربي إذا ممكن هي بالضبط هي الصالة. نعم. كبيرة في مدينة مالمو. نعم. اسمها الموريسكا. نعم. هي مهتمة كثير بالفنون الشرقية. نعم. وقدمت على مسارحها كثير فنانين عرب وعراقيين. طيب من الفنانين العرب منو اللي زار يعني موريسكا؟ الموريسكا مطربين من المغرب العربي، من يعني من الجزائر، يعني المصريين حكيم، الفنان حكيم شارك بالضبط الشعبي. أيضا مطربة مصرية اسمها جواهر أيضا الشعبية أيضا. يعني ليش اتجهتوا إلى هذولا؟ هل هم أجورهم أرخص أم لأن الناس يحبوهم؟ لا، بين هذولا أكثر يقدمون الفلكلور المصري. وهو هذا اللي بصراحة اللي يعني الكونسرتات هذا السويدين يرغبوها كثير يعني. يعني بين يتعرف على الفن يعني الشعبي من الغناء المودر بالضبط. طيب من بالنسبة للفرق اللبنانية، هل هناك فرق مثلا فولكلورية تعاونت وياها؟ تعاملنا مع بعض المطربات يعني. والآن أيضا عندنا بتعاون إن شاء الله مع فنانة أيضا سورية ليليان، فنانة ليليان أيضا سورية ومعروفة يعني. عندنا أيضا تعاون وياها قريب يعني بس. طبعا أنا أقدم لك الشكر الجزيل أستاذ رام، وأتمنى أحضر يعني هذه بعض من هذه الفعاليات والمهرجانات، وبودنا في نهاية هذا اللقاء نهدي لك أغنية عراقية، فمن تحب وأي أغنية؟ كاظم الساهر.
ايضا كاظم الساهر. كاظم الساهر يبدو العراقيين الموجودين يعني في دول المجر يفضلون لازم اكثر من واحد. طيب شكرا لك. شكرا شكرا.